بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا بالأمس عن النوافل التي تتبع الفرائض، الآن سنتحدث عن النوافل التي لها أوقات معينة، يعني لا تتبع الفرائض ولها أوقات معينة. قال: تحية المسجد. متى وقت تحية المسجد؟ عندما تدخل المسجد. قالوا: لها سبب متقدم. السبب المتقدم أنك دخلت المسجد، فهذا سببها. في عندي سبب مقارن أحيانا، الكسوف، نصليها أثناء الكسوف أو الخسوف، يعني هذا يسمى سبب مقارن. في عندي سبب متأخر، صلاة الاستخارة، أصليها من أجل الاستخارة، فهذه سببها متأخر عنها. تحية المسجد، فالأوقات التي فيها نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه الأوقات يجوز أن تصلي فيها ما كان لها سبب متقدم أو مقارن، أما المتأخر فلا. أي فائدة يعني قبل ما نبلش. قال: تحية المسجد، وهي ركعتان قبل الجلوس لكل دخول إلى المسجد. أي مسجد تدخله يسن لك أن تصلي تحية المسجد، إلا المسجد الحرام، إما أن تصلي ركعتين وإما أن تطوف. نعم. ودليلها حديث البخاري، حديث البخاري عفوا ومسلم: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحصل التحية بالفرض، يعني أنت داخل الآن، مثلا أنا دخلت الشيخ وليد عم يصلي إمام بآخر الصلاة، فمجرد ما أدخل أنا بقتدي، خلاص كأنني صنعت تحية المسجد. قال: وتحصل التحية بالفرض أو بأي نفل آخر، يعني سنة العصر مثلا حصلت تحية المسجد، لأن المسجد يحيى بأي شيء؟ بالصلاة. شلون بلا تشبيه؟ لما الواحد بالجيش في تحية بلا تشبيه، فنحن التحية عنا هيك كانت، أخذها من أبعد نقطة، هيك كانوا يقولون، نزلها من أقرب نقطة، هتلر تحيته بلا تشبيه هيك كانت. وهكذا تحية المسجد أن تصلي ركعتين، وأي ركعتين، يعني أنت صليت سنة العصر خلاص سقطت تحية المسجد، حييت المسجد، صليت الفرض سقطت، ما صليت شيئا تصلي نفلا اسمه تحية المسجد خاصة. قال: وتحصل التحية بالفرض أو بأي نفل آخر، لأن المقصود ألا يبادر الإنسان الجلوس في المسجد بغير صلاة. الوتر أيضا له وقت معين. إذا النافلة الثانية هي الوتر، وهي سنة مؤكدة. ليش قال سنة مؤكدة؟ أنه عند الحنفية واجب، وعند الحنفية لا تصح أقل من 3 ركعات، بينما عند الشافعية يصح أن تكون ركعة واحدة. واستدلوا بحديث في صحيح مسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر ركعة، لكنهم لا يخصصون ولا يقيدون إلا بالقطع، إلا بما هو قطع، على كل هي مسألة في الأصول، لذلك ما أخذوا في الحديث. قال: وهي سنة مؤكدة، وإنما سميت بذلك لأنها تختم بركعة واحدة. الوتر 11 ركعة، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ذلك قال تختم بركعة على خلاف الصلوات الأخرى، ذلك سميت وترا، يعني إما أن تصلي ركعة أو أن تصلي 3 ركعات أو أن تصلي 5 ركعات أو أن تصلي 7 ركعات أو أن تصلي 9 ركعات أو أن تصلي 11 ركعة. روى الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا دليل للشافعي على أنها سنة مؤكدة. وعنده وعند أبي داود، يعني عند الترمذي وعند أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر آخر شيء بتصلي في الليل، ذلك أنا ما بصلي، بتشوفوا لي ما بصلي الوتر هون، بخليه لآخر صلاتي. يعني إذا واحد فاز قبل الصبح شو بيعمل؟ بصلي تهجد بعدين بيختمها بإيش؟ بالوتر.
والله شايفها طويلة هاي، الشيخ عم يقول لي خلص الخمس دقايق مو هاي؟ والله يجزيك الخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.